قال الكرملين إنه يتابع التقارير حول تنفيذ إسرائيل هجوما على إيران، داعيا جميع الأطراف إلى ضبط النفس لمنع المزيد من التصعيد. وطلب المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيساكوف بضرورة الامتناع عن أي عمل يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة. ومن جانبه أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن بلاده أبلغت إسرائيل أن إيران لا تريد التصعيد.